اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده في المحترف الكابتن الكبير والمدرب القدير الكابتن عادل تعيمه. مساء الفل عليك كابتن. كابتن هاني وحشني جدا. وحشني جدا يا كابتن. ربنا يكرمك. الف مبروك. الف مليون مبروك يا حبيبي. ربنا يخليك. كمان النجم من نجوم النادي الاهلي المدافع القوي المدافع العنيد الكابتن عمرو الحديدي. حبيبي يا كابتن. مساء الخير يا كابتن عمرو. الفل ابو الكبيت. ربنا يخليك. تمام يا كابتن الحمد لله. منورنا يا كابتن. هبدا معاك يا كابتن عادل وخليني اتكلم على جزئيه شخصيه المدير الفني مارسيل كولر. حضرتك يمكن قبل الفاصل كان عندنا لقاء معاه او كان في لقاء اذاعه واتكلم على بعض النقاط. هاخد منها نقطه كانت مهمه جدا جدا والناس لازم تفهمها، وطالما حضرتك موجود كمان بخبراتك الكبيره كمدير فني سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او على مستوى الفرق الكبرى، عايز اسال حضرتك الصعوبه اللي اتكلم عليها. ولما اتسال سؤال كولر على صعوبه مباراه حرس الحدود قال كانت الصعوبة الوحيدة بالنسبة لي هي ان انا احضر لهذه المباراة وان نخرج اللعيبة من اجواء الاحتفال واجواء الفرح واجواء السعادة بالفوز بالبطولة الافريقية. دي كان التحدي بالنسبة لي، التحدي الاكبر. حضرتك مدير فني كبير واشتغلت على جزئية وكسبت بطولات كتيرة، تشرح للناس يعني ايه انك تتعامل مع لعيبة جاية من فوز ببطولة كبيرة وفرحة كبيرة وفي نفس الوقت في ايام قليله قوي تقدر تعدهم نفسيا وبدنيا وذهنيا لمباراه كمان مباراه مهمه في مشوار الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه من اول يوم وفي كل البرامج في قناه النادي الاهلي وانا بأشيد بهذا الرجل. صحيح. الراجل بمجرد ما جه بيتقن عمله، متواضع الى جانب ان هو نوع من عنده نوع من انواع المرح، وفي نفس الوقت الجديه. من اول ساعه نزل المطار كان في الملعب وشفناه قد ايه بيقابل العمال واول اخر. بدايته مع الفريق كان بيقدم نوع من انواع العداله المتناهيه، ما فيهاش اي نوع من المجامله لكل اللعيبه. فدى الفرصه لكل اللاعبين بدون استثناء. لحد لما وصل لمرحله. المرحله ديت ابتدى يقيم فيها كل لاعب سواء فردي او جماعي. بعد ما ابتدى يخلص الجزئيه ديت كان فيها بعض الدروبات يا كابتن هاني، فيها بعض الدروبات في النتائج وحتى في الاداء. زي ما حضرتك عارف هو جاي من اوروبا، حضرتك لاعب كبير في اوروبا، ايه اللي حصل؟ ابتدى يفهم ثقافه اللاعب العربي. ثقافه اللاعب العربي عندنا الاحترافيه مش بالقدر اللي هي موجوده. صحيح. في اوروبا. يعني اللعيب النهارده ممكن يديلك 9 من 10، الماتش اللي بعديه بيديلك 6 من 10. فالمستوى الثابت ده ابتدى يعمل عليه من خلال جهازه. ابتدى الجزء البدني يبتدي يترفع، ابتدى يطور من اداء اللاعبين كل واحد لوحده ثم الاداء الجماعي. الوقت اللي كان فيه خلل اللي حصل كان هناك بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، بيركزوا على الجانب الهجومي، الجانب الدفاعي ما كانوش بيأدوه خالص. لما نشوف تاو وحسين الشحات ما كانوش بيأدوا النهارده، ادائهم بيبقى فين؟ في وسط الملعب. كان احيانا بنلعب بصانع لعب، على الرغم ان احنا عندنا 3 ممكن 4 يقوموا بالدور ده، يعني حمدي فتحي سواء ديانج او مروان او عمرو السوليه، اي حد منهم ممكن يقوم بالدور ده. صحيح. فابتدى ال 13 مباراه باستثناء ماتش امبارح كان بيلعب ب3 في وسط الملعب، والثلاثه بيقوموا بادوار تبادليه، يعني ممكن تبص تلاقي حمدي جو 6 يارده، بديانج جو 6 يارده، وهكذا. صحيح. الشغل اللي هو الراجل عمله الحقيقه بعد قعده كانت مثمره جدا مع كابتن خطيب. في فتره كده كان فيها نوع من انواع الذبذبه كده، اظن بعد ماتش سان داونز كابتن خطيب اعتقد ان قعد، انا طبعا ما اعرفش ايه اللي دار، لكن بيحس المحب للنادي والمشجع النادي واللي قضى عمره كله في النادي ان الراجل ابتدى كابتن خطيب يديله بعض النصايح بالنسبه للاعب المصري، إيه انت ممكن تتعامل معاه بالشكل الفلاني. من القعده ديت استشعرت قيمه ان الراجل ده اقتنع بكل كلمه قالها كابتن الخطيب، وابتدت ال 13 مباراه زي ما حضرتك شايف يعني عاملين اداء ولا اروع ونتائج ولا اروع. لو تفتكر حضرتك الماتش اللي فات بين الشوطين الحاجات اللي هي كانت متسجله وطلعت لنا على 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 صحيح. على الكلام اللعيبه مع بعض وكلامهم مع اللعيبه كلامهم مع اللعيبه ان لازم نجيب جول.
لازم نجيب جول. هو قال لهم هم عايزين يوصلونا ان احنا اوريدي خسرنا المباراه. يعني الموضوع يعني الجزء دايما ما بين الشوطين، وحضرتك مدير فني كبير وعارف في جزء خططي بيتكلم فيه، ولكن الجزء الاكثر عمليه الموتيفيشن، عمليه وخاصه عمليه لو انت خارج باحباط او خارج بجزء من هدف جه فيك او او او، فعمليه دي مهمه جدا، بتقسم المحاضره نقط سريعه بالنسبه للشكل الفني، ولكن الجزء كمان المهم جدا الشغل النفسي والشغل والتحضير ليه على المستوى الاراده. يعني عارف يا كابتن بعد ماتش ال 2-1 هنا في مصر، دخل بعد الماتش قال لهم احنا كسبانين، وطلع في المؤتمر الصحفي قال لهم انتوا ايه، انتوا بتصدروا لنا حاجه سلبيه. وبعدين بين الشوطين في ماتش الوداد، في الوداد في الاجواء الرهيبه ديت اللي احنا شفناها والشماريخ واول اخره والظلم التحكيمي الغير مبرر، الراجل معنويا بقى عالي جدا وابتدى الحاجه دي موجوده في شخصيته. لكن برضه لما جه النادي الاهلي اعتقد ان هو اكتسبها، ما هيش موجوده في النمسا بالقدر ما موجوده طبيعي في النادي الاهلي أكيد. فانا الحقيقه بيقسني على لجنه التخطيط كابتن برئاسه الكابتن الخطيب وكل من بيعمل وشركه الكوره وكل من بيعمل على انه بيستخدم مدير فني على مستوى عالي، لان ده بيدي نوع من الثقه ونوع من الاداء الرائع والاداء الجيد، وبعدين بيدي فرصه لكل الاجيال انها تاخد المرحله بتاعتها. وخاصه يا كابتن احنا داخلين على، انا لسه طبعا بقالنا الخبر ده بقاله يمكن شهر وشويه، احنا داخلين على كاس عالم في امريكا 25، هنروح كاس العالم في امريكا 25، يعني كل لاعب النهارده النادي الاهلي بيتعاقد معاه يعرف انه يلعب في كاس العالم 25 و24 هيبقى في الرياض، و24 برضه باذن الله تعالى يبقى لينا نصيب باذن الله تعالى. بطولات كتيره جدا كابتن عمرو زي ما كابتن عادل بيتكلم، التحضير للمستقبل. لكن قبل ما نروح للمستقبل عايز اخد رايك في كلام طبعا الكابتن عادل على مستوى شخصيه كولر نفسه وانعكاسه على اداء اللاعبين، واخد كمان رايك في مباراه حرس الحدود امبارح والفوز بثلاثيه نظيفه. بص يا كابتن هاني، اول حاجه كولر من اول لما جه التعرف على لعيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، هو يعرف لعيبه النادي الاهلي بامكانياته. الروتيشن اللي احنا شفناه وكان تملي في كل المؤتمرات بيتكلمه هو الراجل بيغير ليه، صحيح، لغايه اما وصل لحاجه معينه ابتدى كل واحد فيهم يعرف هدف الراجل. هدف الراجل عنده طموح انه يوصل لبطوله واثنين وثلاثه واللعيبه تحقق له اللي مطلوب. اما اشتغل من اول غلطه هو غلطها في مباراه سان داونز، تراجع لكل الافكار وابتدى يتعايش مع اللي قاله الكابتن عادل الاسلوب المصري والفكر المصري. وصل لغايه ايه؟ ان النادي الاهلي مجرد انك كسبت الجماهير بتطلب منك الماتش اللي بعديه، خلاص حققت بطوله بيقول لك البطوله اللي بعدها، مش نسي البطوله الاولانيه ان هي لسه زي ما بيقولوا لسه طريه ولسه موجوده انك تقدر تعيش في فرحتها ونشوتها، لا بيقول لك فكر. الراجل قبل ما يسافر هو عمل محاضره ليهم قبل ما يسافر من مصر هنا، ان الفتره الراحه دي الفترات الراحه اللي انا بديها لكم إيجابية، أنا عندي بطولة لسه ما انتهتش، مش هغلط غلطات موسيماني قبل كده، أنا كنت بفكر في أفريقيا بس وهسيب النقاط الموجودة للدوري العام كل مباراة على حدة وحسب المكسب، لا، هو راجل بيحقق لنفسه تارجت، أنا مطلوب مني إن أنا أكسب، طموحاتي إن النادي الأهلي من الأندية اللي عندها طموح إن ياخد كل البطولات ويحققها، وأنا ده كمان هدفي إن أنا أحقق ده، فإحنا الاتنين لنا هدف سمته واحدة اللي هو التتويج. وهو موجود في مباراة الوداد حقق اللي هو عايزه من مصر. سفر هنا وهو مسافر من هنا فكر لكل لعيب انت رايح كسبان، سيبك من الهدف اللي جه، بس هم الطعم اللي ده للمدير الفني بتاع الوداد فان نادبروك، الفكره ان انا هدف واحد ينهي المباراه، وهو ده اللي وصل لهم الشوطين الكاملين اللي اتلعبوا في مباراه الوداد، ما حققش ان انا لو دخل فيها هدف يغير لي موازين اللعب، صحيح. وهو ده اللي اشتغل عليه بفكره محمد عبد المنعم اللعبه والربط ما بينه وبين علي معلول عرضه القريبه واحرز منها الهدف، اربك حسابات فرقه الوداد بالكامل ودخلهم في فكر ان الراجل تخلى عن دفاعاته وابتدى يطلع مثلا زي امين فرحان فرويد يخلي الحته دي تقدر الشوط الثاني تجيب جون واثنين وثلاثه، مع انك ما حققتش ده هنا في القاهره وكان فيه ثغرات كتيره قوي في المباراه انك خلاص فقدت توازنك وشتت لك ذهنك في الفكر اللي انت بتنفذ فيه. صحيح. الراجل من مصر قال لهم هناخد الاجازه الايجابيه، عيش فرحتك مع اهلك مع حبايبك مع اصحابك، بس في نفس الوقت لسه في هدف اسمه مباريات الدوري العام وكاس مصر، بناخد كل ملف على الحده، حققنا الملف الاولاني وهي البطوله ال 11 للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت الدوري العام اللي احنا مفنشين قبل ما نلعب ماتش الوداد، احنا اول
تعليق الدوري في موجود في الجدول، فانت اللي جاي منك مش مطلوب منك غير بعد مباراه ليها بطوله غير اداء ونتيجه وسيطره واسلوب داخل الملعب. صحيح. وده اللي عمله في مباراه الحرس. مباراه الحرس عمل روتيشن لمجموعه من اللعيبه، اول مره كولر يغير طريقه لعبه، يبدا بدايه المباراه ضاغط ويلعب 2-4-3-1، بقى مدي جنب لخالد مع قفشه وطاهر، وجنب مع السوليه وعبد القادر وعلي معلول. اشتغل من ده، اول ما احرز هدف بس وابتدى الحرس يجريب نفس المواصفات ويروح على مرمى الشناوي، غير طريقه اللعب الشوط الثاني وحولها بوجود ديانج بعد غياره مع عمرو السوليه ل 2-3-4-1. الحته الهجوميه اللي تحت الفرود اللي هو كان شريف وبعدين تاو احرز منها هدفين، وكان ممكن يحرز ارتقاء الرابع والخامس. جميل. طبعا من السيناريو اللي بنتكلم فيه على مستوى كولر، المباراه الحرس كانت مباراه مهمه جدا، وكابتن عادل اهميه المباراه دي بعد زي ما بقول لحضرتك بعد اجواء فرحه واجواء سعاده، خلاص قفلنا الملف وبدا التركيز على البطولات اللي جايه، وكان اولها طبعا بطوله الدوري الفوز على الحرس 3-0. النواحي الفنيه، شفت المباراه ازاي؟ تقييمك الفني للمباراه، وجود عدد كبير من اللعيبه اللي ما بين قوسين كانوا مشاركين في الفترات اللي فاتت كان عندهم راحه، بنتكلم على محمد هاني، بنتكلم على كهربا، بنتكلم على بيرسي تاو يمكن شارك في الاخر، بتتكلم على حمدي فتحي، يعني عناصر كتيره جدا جدا، وادى بقى يعني مش ادى الفرص لكن شارك على سبيل المثال القندوسي. انت شايف كمان القندوسي، هل القندوسي يلعب في البوزيشن ده كاثنين ارتكاز، او من الافضل كمان ان هو يبقى رقم 8 رايح جاي في الملعب؟ سؤال رائع جدا، تكمله الكلام مع عمرو. سان داونز ما كسبناش 5 ابدا الا اذا كان هناك خطا. اكيد الخطا ان احنا لعبنا ماتش المقاولين العرب، وكان ماتش قاسي جدا وصعب جدا، وكان بعد 3 ايام باللاعب سان داونز، ودايما سان داونز لا يمكن يكسبنا واحنا واخدين 6 ايام اجازه. بالنسبه لسؤالك، الراجل بيعمل حاجه في منتهى الدقه، في منتهى الفنيات العاليه. ما بيعملش الروتيشن بيعمله بعشوائيه. يعني الروتيشن في خط الظهر هو غير مين غير خالد؟ يعني علي معلول، ياسر ابراهيم كمان، ياسر رامي، رامي ربيع، ودول بيلعبوا على يعني منعم علي جبهة دي ما غيرش فيها حاجه، وخالد على طول بيلعب وبيلعب على طول، حتى ورامي ساعات بيخرج وخالد بينزل ورامي على طول بيلعب، رامي بيتواجد على طول. ما عملش خلل انه غير اربعه في خط الظهر، ولكن ما غير غير خالد بس اللي يعني مش بانتظام في وسط الملعب. ده اللي ممكن نتكلم صحيح فيه. صحيح. انه غيره تماما كله. لاعب عمرو، لكن ما ينفعش قفشه مع مع قندوس. في خط الهجوم نفس القصه. طاهر بيلعب وبيلعب في المكان ده وبيجيده سواء من اليمين او الشمال، وبعدين شريف بيلعب على طول اساسي، وفي الماتش اللي فات ماتشات الوداد وكل الماتشات بيلعبها. وبعدين عبد القادر، عبد القادر برضه بيلعب على طول، فعمليه الروتيشن هو عملها مضطر. برضو زي ما قال عمرو، انا هاخد من الكلمه ديت واقف برضو عندها عشان الناس برضو تفهم الموضوع. عمليه الروتيشن مش معنى ان اللعيب بقاله بتاع 4-5 ماتشات ما بيلعبش ويجي يلعبه. العمليه بتبقى في عدد، خلي بالك المدربين ودلوقتي السيستم العالمي بيبقى في عدد دقائق للعيبه، يعني انا على المستوى البدني في جهاز فني او جهاز فتحي ممكن خلال الثلاث ماتشات اللي جايه يلعب عدد دقائق من هذه المباريات، مش مش كم مباراه، عدد دقائق 60 دقيقه 70 مثلا، هو بقى اللي بيقسم جزء دوت. انا ممكن انزله اخر ربع ساعه في المباراه دي وبعدين ابدا بيه المباراه الثانيه واخرجه ما بين شوطين. عدد الدقائق ده هو بقى بيبقى القياس البدني على اساس ما يخشش في الكيرف اللي دخلنا فيه السنه اللي فاتت، ان اللعيب بتلاقيه عندنا كام لعيب بعد الدقيقة الخامسة والستة بيمسك العضلة الخلفية. السنة اللي فاتت كابتن عمرو كتير، حد أول 5 دقايق يجري يعمل سبرنت والعضلة، يعني الحاجات ديت الحقيقة مشي بيها بشكل أكتر من رائع، وإن شاء الله تاتش وود يعني يمشي بيها على طول. إنك ما عندكش عملية الروتيشن مرتبطة بالحالة البدنية والحالة الفنية، وبالتالي ما بتحسش بالفرق. يعني عبد القادر ما بينزلش أساسي كتير لكن بيشارك إن شاء الله في عدد دقايق معينة، فما بتحسش ان في حاجه جديده، او هو بقاله كتير بعيد عن الملاعب. كذلك قفشه، كذلك زي ما حضرتك بتقول محمد شريف. كهربا كان بيبدا بس في حاجات كتيره جدا، اوقات كتير بينزل شريف، وبالتالي بلغه الكوره حضرتك عارف كل اللعيبه رجليها في الملعب بلغه الكوره يعني. تمام. علشان كده هو الراجل العمليات اللي كان مضطر ان هو يعمل يريح الناس، لان صحيح.
طبعا برضه زي ما قال عمرو ان هو الراجل ما فيش حد خد راحه غير مجموعه قليله جدا. في 13 واحد منتخب مصر، 3 في افريقيا و10 في القاهره، و10 في القاهره غير اللي متاخدين في المنتخب الاولمبي. صحيح. اللي حتى اللي خد راحه ما خدش راحه، كان برضه الناس كانت بتتمرن السبع ايام، كانت برضه في ناس بتتمرن ما هياش راحه سلبيه يعني. فاذا هو الراجل احيانا بيبقى مضطر. وبعدين لا نغفل الجهاز اللي موجود معاه، الراجل المعد البدني والراجل بتاع الاحمال على اعلى مستوى، وغير اللي كان النادي بيستعين بيهم قبل كده. الحاجه الثانيه واللي بحيي الاداره عليها والكابتن خطيب والكابتن سيد، المعد النفسي اللي انضم للفريق. الراجل ده اول مره نعرف ان في حاجه اسمها بصمه قدم. الراجل ده جاي عملها علشان يبقى عارفين احنا الجانب البدني، التغذيه ودراسه كل جزئيه في جسم الانسان. انت ممكن تاكل حته جبنه صغيره قد كده تديك اقصى طاقه، ولو كلت حته لحمه ممكن تضرك، وهكذا. الجوانب اللي هي بتتعمل من خلال التحاليل في اجهزه بتقول هذا الكلام. الراجل بيشتغل شغل عالي جدا مع الجهاز الفني. لا نغفل دور الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، الحقيقه بيقوموا بدور رائع جدا. صحيح. وهكذا الماتش قبل ما نروح على ماتش الحرس، يعني حابب كمان اضيف على حضرتك جزء مهم جدا، ان هو كمان طبعا مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود ما بيبخلش على خاصه كره القدم باي حاجه، ان استخدام كمان التحليل الدي ان ايه اللي اتعمل للعيبه الحقيقه ده اطور، يعني افضل حاجه ممكن تقيس بيها الجزء البدني وقياس العضلات وكل دوت اشتغلنا بيه الفتره اللي فاتت، وان شاء الله شغالين عليه. كمان الجزء المهم جدا النيوتريشن، انك دلوقتي عندك فريق الكوره عنده يعني خلاص كل واحد عنده بالظبط هو بياكل ايه بيشرب ايه، ده مهم جدا عشان نبعد او نقلل يعني الاصابات ان شاء الله باذن الله. قبل ما هخش مع حضراتكم في الجانب الفني لمباراه الحرس وما بعد الحرس، تعالوا مع حضراتكم نستقبل محمد الباز طبعا نجم التحليل الكره العالميه والكره المحليه، عشان عامل لنا كمان تحليل يعني رقمي وتحليل على مستوى الصوره بالنسبه لمباراه النادي الاهلي امام حرس الحدود. نستقبل معانا نجمنا محمد الباز. محمد مساء الخير عليك، بنرحب بيك في المحترف، منورنا ومشرفنا دايما. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن الكبار. انا سالم باز. قبل طبعا انت كنت بتتابع من يمكن واحنا بنتكلم مع الكباتن على مباراه النادي الاهلي مع حرس الحدود وبدايه او العوده مره ثانيه لمشوار الدوري المصري، وان شاء الله باذن الله نكون يعني خلال الاربع مباريات اللي جايه نتوج بهذه البطوله. ما حضر لنا حاجه لمباراه الحرس بشكل خاص النهارده نقدر نتكلم عليها؟ اكيد. انا عايز اشوف وان مباراه الحرس هي عباره عن ملخص يا كابتن هاني عن على شغل كولر من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. يعني ازاي معانا مدرب استثنائي ملك الثلاثيه او زي ما بيقولوا، يعني 12 مباراه بفوز 3 3 3 يعني خلال مشواره من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. انا عايز اقول ان احنا معانا مدرب فعلا كبير، مدرب استثنائي فاهم، عارف ازاي يدرس النادي الاهلي ويحلله بشكل دقيق جدا من قبل ما يبدا اصلا. عارف قارن المواسم السابقه، عارف مشكلتنا فين، مشكله من الناحيه البدنيه ومحل من الناحيه الذهنيه، عارف ازاي ان هو يستخدم المصطلحات والعناصر التكتيكيه بشكل مظبوط، بمعنى امتى اعمل تدوير، امتى يكون عندي في كل مركز اكتر من لاعب، امتى اوزع الدقائق يعني المشاركات على اللعيبه بشكل مظبوط طبقا لقياسات بدنيه ممتازة، معاه تيم بيشتغل عليها بشكل كبير جدا بيديله الصورة بشكل عام. ازاي المدرب مارسيل كولر قدر يخرج بلاعبتنا ذهنيا ويطورهم حتى فكريا، ازاي ان هو بعد ما تكون فايز بلقب افريقيا تشامبيونز ليج وتطلع تبدا تخش على المسابقات او المسابقة المحلية مرة ثانية، وازاي تفصل ما بين الاحتفالات احنا دايما كنا نقول السنوات الماضيه كابتن هاني احنا لعبتنا شبعت، يعني كلام من مصطلحات من هذا القبيل يعني سمعناه بشكل كبير جدا، لكن لا ازاي احنا لا لسه جعانين لبطولات وحاجات كتيره جدا. عايز اقول احنا طبعا النادي الاهلي اقوى خط هجوم، يعني 48 هدف نتكلم عليهم النهارده. عايز اتكلم رقميا ال 48 هدف دول جم ازاي
من اول من ساعه طبعا ما بدا مارسيل كولر او خلال الموسم الحالي يا كابتن هاني بالدقائق في على مراحل المباريات في كل ربع ساعه. هنا بالظبط عشان الناس تفهم، هو احرزنا الحمد لله اهداف ولسه ان شاء الله عندنا مباريات كبيره، لكن الجدول اللي قدام حضراتكم ده معدل الاهداف بالنسبه لتوقيت المباراه. صحيح. يعني من اول ربع المباراه ساعة. اول ربع ساعه، ثاني ربع ساعه، ثالث ربع ساعه، وبعد بدايه الشوط الثاني، وبعد نص ساعه، وفي نهايه المباراه. ده الاهداف او معدل الاهداف، ده ال 48 هدف اللي احنا جبناهم. اقوى خط هجوم حتى الان من 25 مباراه، طبعا يعني من اقل عدد مشاركات او مباريات في الدوري المصري. يا كابتن هاني عايز اقول هنا ال 48 هدف متوزعين ازاي على دقائق المباراه. هنلاحظ ان اكتر اهداف معدل تهديفي للنادي الاهلي من 48 هدف جم في الدقائق الاخيره، سواء كان في الشوط الاول او في الدقائق الاخيره في الشوط الثاني. صحيح. لما نتكلم على 9 اهداف من الدقيقه 5 من 15 ل 30 ده منتصف الشوط الاول، حتى نهايه الشوط الاول في الدقيقه من الدقيقه 30 ل 45 9 اهداف، دي بتقول لك ان الفرقه مركزه، الفرقه بدنيا عاليه جدا، وهو قدر يشتغل عليها بشكل كويس. نفس الكلام في الاخر في الشوط الثاني، هو خاصه في الاخر كمان يا باز. بالظبط، ده الاهم. لما احنا الرقم عندنا 9 اهداف في من الدقيقه 75 لغايه بلس 90 كمان، لان في اهداف بعد الدقيقه 90، انك بتحرز عدد اهداف كبير، ده جزء مهم جدا. انك اللعيبه طالما مركزه يبقى ده يديك دليل ان هم بدنيا واقفين على رجليهم. طبعا، لان انت لو قليت بدنيا هيكون نسبه التركيز اقل، وبالتالي ترجمه ده هيكون عدد اهداف اقل. يعني صحيح، ودي مشكلتنا في المواسم السابقه بدنيا، وده دليل ان كان عندنا اصابات كتيره جدا. طيب لما رفعنا المستوى البدني بالقياسات الجديده والشغل عليها، شفنا ان احنا نقدر لاخر ثواني واخر دقائق في المباراه، خاصه الشوط الثاني، نقدر يبقى معدل التهديف عندنا عالي جدا يا كابتن هاني. صحيح. نفس الكلام انا بتكلم، يعني مارسيل كولر ما بيشتغلش فقط بدنيا ولا تكتيكيا ولا فنيا، بتكلم على ذهنيا. كنا بنقول ان خلاص ازاي عمل السويتشنج ما بين تشامبيونز ليج والبطوله الكبيره وتحقيقها ونخش على المسابقه المحليه. لا، ده انا عايز اقول طبعا من بدايه او من ساعه كابتن هاني في شهر مارس الماضي، خساره الاهلي امام سان داونز ب5-2، من بعدها فزنا ب 16 مباراه او لعبنا 16 مباراه بدون هزيمه، 16 مباراه بدون هزيمه. يعني ممكن صحيح. ممكن سريعا نعرض جدول ده مهم جدا، لان كان الحقيقه عمليه تحدي كبيره جدا، وعمليه انك ترجع بهذه القوه بعد مباراه كارثيه نقدر نقول للنادي الاهلي، انك تعود بهذه القوه، اعتقد ده محتاج مدير فني على مستوى عالي، كمان محتاج ستاف. احنا بنتكلم لو مدير فني يبقى جنبه عنده مدير اداري زي الكابتن سعد عبد الحفيظ، مدير الكوره، عندك جهاز طبي على اعلى مستوى وعلى مستوى اللاعبين. دي اللي انت محضره بس، ده صحيح. دي 16 مباراه كابتن هاني، مباراه النادي الاهلي بعد هزيمتنا امام سان داونز، 16 مباراه بدون هزيمه. يعني سريعا القطن، الهلال، المحله، بيراميدز، النتائج كبيره جدا زي ما احنا شايفين يا كابتن هاني. سموحه، الرجاء، يعني بنتكلم في 16 مباراه. يعني نكمل سريعا بيراميدز والاهلي، طبعا هي دي خلي بالك يا برضه يا باز، الناس تاخد بالها ان عدد استقبالك للاهداف كان هي طبعا اعتقد هدف واحد. لو نرجع بالجدول تقريبا هو امام بيراميدز في السوبر اللي هو 2-1 نرجع. صحيح. يعني القطن الكاميروني 4-0، الاهلي والهلال 3-0، الاهلي والمحله 3-0، الاهلي وبيراميدز ده اعتقد مباراه السوبر 2-1، ده يبقى كده جول. أيوة. الاهلي فاركو 3-0، الاهلي سموحه 2-0، الاهلي الرجاء 2-0، كل ده شباك نظيفه. كذلك امام الرجاء وبيراميدز وفوز 1-0 امام الترجي 3-0، وما دخلش غير هدف وحيد. يعني ثلاثه، انا عايز اقول ان احنا استقبلنا يعني على 16 مباراه يعني ثلاث اهداف، واحرزنا 32 هدف. يعني نسبه معدل تهديف عالي جدا. انت ما كنتش شايف دوت ماتشين الوداد اللي طبعا كان فيهم الهدفين. صحيح. خلاص الجون بتاع والهدف مظبوط. اذا استقبلنا 3 اهداف، احرزنا 32 هدف، حقق 3 بطولات بالمناسبه، ده كله من بعد هزيمه سان داونز. انا عايز اخد الارقام ديت واقول لا، مدرب اشتغل على التفكير، اللاعبين القوه الذهنيه عندهم، ازاي ان انا اكون مستعد وجاهز انزل في اي وقت اشارك، فلو عدد دقائق قليله اخش على طول في السيستم، ازاي ان انا شفنا ده على ارض الملعب، السويتشنج اللي بيحصل، التدوير اللي بيحصل. انا بتكلم على التدوير اثناء اللقاء، مش التدوير فقط ان انا اغير لعيبه مكان لعيبه في نفس البوزيشن او بوزيشن تاني. يعني دي الارقام الدفاعيه بقى اللي انا عايز اثبت فيها
ان ازاي مارسيل كولر وجهازه المعاون والشغل على الكثافه البدنيه على الناحيه البدنيه بشكل عالي مما اتعكس على الناحيه الدفاعيه. يعني بتكلم عن استعاده الكوره واستخلاص الكوره او البول ريكفري يا كابتن هاني بكل اشكالها، بتكلم على الموسم الحالي، نتكلم ان احنا استخلصنا الكوره وقدرنا نرجع الكوره تاني بعد ما في حاله طبعا عدم الحيازه، وازاي ناخد الكوره بشكل تاني. 2844 مره استخلصت فيها وعملنا بول ريكفري ورجعنا الكوره تاني يا كابتن هاني مقسمه بالشكل اللي احنا شايفينه. من ناحيه الاعتراضات اعترضنا 486، يعني بمعدل 19 اعتراض في المباراه الواحده. استعاده الكوره زي ما قلنا 113 مره في المباراه بنستعيد الكوره، دي معناه ان انت بتستحوذ بشكل كبير جدا، بتستخلص الكوره بشكل عالي جدا. عايز اقول بس ايه الفرق بين استعاده الكوره واسترجاع الكوره، لان برضو عايزين يعني برضو الناس هتقول لك ايه الفرق بين انك تستعيد الكوره وبتسترجع الكوره. استرجع انت بتستعيد الكوره ان انت على طول بتضغط ضغط مباشر عالي على حامل الكوره وبتقدر ان انت تستخلصها منه بشكل مباشر. ماشي، عشان برضو انا يعني انا عارف الاجابه بس يعني عشان نترجمها للناس، استعاده الكوره ان انت يعني زي ما انت بتقول ضغط عالي بتاخد الكوره، استرجاع الكوره ان الكوره معاك. ودي على فكره دي كانت مدرسه برشلونه، واللي يتفرج على برشلونه من سنوات انك استرجاع الكوره بمعناها ان انت مثلا خلاص عديت نص ملعب الخصم وبدات تشكل شكل هجومي بشكل كويس او بتلعب في الثلث الاخير وبتخسر الكوره، استرجاع الكوره في مكان الكوره ما انت خسرتها ده جزء مهم جدا طبعا. وبالتالي بتسترجع الكوره وبتستحوذ ثاني وبتخلق فرص كتير. فانت عمليه ان انت بتستعيد وتسترجع هي مختلفتين شويه. عمليه الاسترجاع الكوره مهمه جدا جدا، انك في وقت من الاوقات بتاخد الكوره في المنطقه اللي ممكن تأهلك انك كمان تعمل فرصه او تحقق هدف، ودايما ده بيشتغل على جيجن بريسنج او الكاونتر بريس، ان انت في عدد ثواني قليله بتقدر ان انت تستخلص كره او تعيد الكره بشكل تاني. وده طبعا مدارس كتيره جدا يعني شفناها مع دورتموند مع مدربين كبار جدا. صحيح. عايز نعكس الارقام ده كابتن هاني بقى فنيا في ارض الملعب، يعني الماتشات اللي فاتت كلها شفنا الحالات دي، ولكن احنا هنتكلم على احدث مباراه حرس الحدود بتاعت امبارح، ونعرض مع بعض شويه لقطات فنيه من الملعب نوضح بيها ازاي قدرنا نضغط الضغط العالي ونستخلص الكوره ونعيد الكوره اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. يعني خلينا نبص هنا مع بعض، شوف بدايه هنا من شريف قفشه الضغط الثنائي، بص الضغط الثنائي سريع جدا بقى، هنتكلم الضغط دبل بريسنج على طول في نص الملعب. هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتاخد الكره اقف هنا، انك بتاخد الكره في منطقه تقدر، مش عندك بقى عمليه لسه تحضير، انت عندك خلاص انت في الثلث الاخير هو تقدر تخلق فرصه او تعمل هجمه واعده زي ما بيقولوا. وده الثريتس التهديد، نسب التهديد بقى بتتعكس ما بعد استخلاص او استرجاع الكوره. ده مثال، نخش برده مثال ثاني طبعا كملت الهجمه. خلينا نشوف يا كابتن هاني في حاله عدم الحيازه، عايزين نبص بقى لعيبه الاهلي واقفه ازاي، بتضغط ازاي. شوف يا كابتن هاني من هنا من نص الملعب قريب نقف علشان بص بقى ورا، تعال نبص كل لاعب هنا، الماركينج المان تو مان قفل المساحات، اللاعبين واقفين عينيهم على المساحات القريبه علشان نشوف اتجاه الكره هيروح فين. صحيح. عشان نقدر نستخلصها. في نقطه هنا كمان عايز برضو الناس اللي بتتفرج يقول لك لكن هتلاقي علي معلول، في ناس تقول لك ما هو بعيد عن الخصم، لكن علي معلول واقف صح، لان هو كل المسافه الكوره بتقرب من الراجل بتاع علي معلول بيتقدم خطوه صح. وبالتالي اول ما هو الكوره تبدا تجي له يبقى علي معلول في موقف دفاعي كويس جدا. فعمليه الضغط دوت عمليه ليها جزئين، الجزء الاولاني انك بتشتغل على مساحه معينه في توقيت معين، والجزء الاخر عمليه الترحيل لو الكوره من اليمين للشمال. أيوة. زي ما شفنا كده ان علي معلول كان لجوه وبعدين بدا يطلع بشكل كويس، وهتلاقي حتى جنبه ده تقريبا عبد المنعم بيميل نفس الميل دوت. نكمل الصوت مظبوط. بص خلاص علي خلاص غلطه يعني، وعلي هنا قفل عليه خلاص خدنا الكوره ونبدا الهجمه. امثله كثيره يعني، خلينا نبص ده مثال تاني من الضغط العالي بنعمله، بنقفل مساحات ونستخلص كوره بشكل كبير جدا. تبدا حرس الحدود يوزع، بيحاول ان هو يلاقي اي مكان. دبل بريسنج باثنين لاعبين دايما نشوفه. ده بيقول لك ان اللعيبه بدنيا واقفه على رجليها، اللعيبه معمول شغل عالي جدا طبقا لقياسات بدنيه باجهزه على مستوى عالي. كابتن هاني بتورينا مين امتى يقدر يستحمل يلعب عدد دقائق اكتر. الصوره اللي يعني بعد كده نكمل نفس الكلام دي لسه بموضوع البريسنج. ده الكوره عندنا في نص ملعبنا، ده مكان طبعا ناحيه علي معلول، خلاص ديانج رجع بدانا نطلع بالكوره، حتى بس مش بنقول ان احنا بنضغط، لا ازاي بقى التدرج بالكوره، ازاي بنطلع من هنا. يعني بص بورسي توفن هو ده بقى اللامركزيه،
يعني بيرسي تاو امبارح كان بيتحرك بشكل كبير جدا في اماكن كتيره جدا ويبدا ان هنا يعني دي هجمه لو طبعا اترمت في اقصى اليمين هناك كانت راحت على طول انفراد، ولكن انا بتكلم على الضغط الثنائي قفل المساحات تركيز. ده على فكره عايز اقول ان ده طبعا في نهايه الشوط الثاني او بعد منتصف الشوط الثاني بالظبط، يعني ده بيقول لك ان اللعيبه واقفه فعلا رجليها بدنيا لحد اخر نفس من المباراه. عايزين نتكلم بقى هنا على يعني هو بيكمل هنا ده اعتقد بيكمل نفس الهجمه طبعاً، كانت هجمه طبعا خطره ده بعد نزول بيرسي تاو زي ما انت بتتكلم ان حتى هتلاقي بيرسي تاو في مراحل كتير جدا جناح يمين وبعدين تلاقي 10 وبعدين تلاقي جناح شمال، فعمليه اللامركزيه خاصه في الشكل الهجومي وقفش طبعا ما شاء الله يعني كان استنى هنا شباب ده هدف بقى عبد القادر يعني احنا حبينا طبعا هدف طبعا عالمي احنا عايزين نشرحه بقى من الاول. طب ارجع لنا بالصوره لغايه الجول ارجع كمان ارجع كمان لان الهدف ده فيه كلام كبير جدا، هو يعني نقدر نقول يا كابتن هاني ملخص الضغط العالي واستخلاص الكوره والجيجن بريسنج والتدرب، يعني في عوامل كتيره الفنت البادي اورينتيشن لعبد القادر اصلا النزول هو اللي بدا الهجمه من الاول خالص. لو احنا جبنا الهجمه من اولها ده في بتاع 13 15 باص في تحضير عبد القادر نزل وهو اللي استلم الكوره وبعدين رجع تاني واستلمها تاني في نص ملعب الخصم. يعني انا نفسي ان احنا نبدا ان احنا نعرض الهدف ونشوف البادي اورينتيشن عنده. انت بتتكلم على عمليه بدايه انك بتضغط وبعدين بتاخد الكوره وبعدين التدرج بالكوره وبعدين اللامركزيه في الاداء مظبوط فدوت والسويتشنج ادي عبد القادر هنا في اللعبه هنا بصاها طبعا لقفشه قفشه هنا طاهر نقف بس قبل ما نلعب. هو طاهر اصلا امبارح كان بيلعب جناح يمين، السويتشنج اللي دايما كنا بنشوفه في الماتشات اللي فاتت كلها بنزول بيرسي تاو اقصى الشمال عند معلول وحسين الشحات والسويتشنج اللي حصل ما بينهم والدبل باص هنا شبهها بس حصلت ناحيه يمين عبد القادر لما نزل نفس الكونسيبت يعني هو طاهر بيخش هتلاقي خالد عبد القادر اللي هو تقريبا بيفتح الخط خالص مظبوط في صوره كبيره. الجميل هنا في تحرك نمره واحد تحرك عبد القادر وطاهر سحب لعيب نزل سحب خلاص هو سحب سرد بالظبط كده هنا بقى البادي اورينتيشن هنا كمان هنا القدره الفنيه انه يلف وشايف الجون بشكل اكتر من رائع لان من زاويه صعبه جدا. يعني خلينا نتكلم كل امانه انك تلف بالجزء دوت من جسمك وتحط الكوره في اقصى الزاويه اليمين هدف حلو قوي لعبد القادر الحقيقه. طبعا المرونه في جسمه وانه الفكر الذهني التوقع كل حاجه عايزين نتكلم في كل النقاط الفنيه والتكتيكيه والتكنيكال عند اللاعب لا ظهرت هنا مع عبد القادر. طبعا الباص الكبير جدا والجميل جدا من قفشه كمان الحقيقه قفشه يعني رجل المباراه بالمناسبه امبارح 2 اسيست مهمين جدا. نرجع هو شايف المساحه نرجع للصوره دي هتلاقي عبد القادر حتى بيشاور بايديه لقفشه صحيح يعني هي ده برضو لقطه ان احنا هو شايف المساحه اللي عايز يتحرك فيها وبيشاور لقفشه على المساحه ديت. والجميل في الموضوع ان قفشه ان تايم في الوقت المناسب في المساحه المناسبه والاجمل طبعا هدف جميل لاحمد عبد القادر. طبعا يعني انت تهاجم المساحه ان انت توسع مساحات لزمايلك التحرك بدون كوره يعني فعلا هدف امبارح بيورينا اللعيبه واقفه على رجليها فاهمه مركزه. الشغل ده شغل مدرب فيه طبعا تدريب عليه بشكل كبير جدا ومتكرر بشكل كبير جدا. دي قدرات فنيه كواليتي اللاعبين ارتفع بشكل كبير جدا صحيح. من لاعب لاخر لا شفنا التحسن والتطور عند كل لاعب مش ما فيش لاعب بلا استثناء الا وهو جاهز بينزل بيصنع الفارق زي ما شفنا حتى نزول تاو ونزول طبعا اللعيبه في الشوط الثاني عملت طبعا بشكل يعني غيرت شكل المباراه ادت طبعا قوه هجوميه كبيره جدا. كان ممكن طبعا نخلص المباراه امبارح اكتر من 3 اهداف وخمسه وكان شريف عنده فرصه كبيره جدا حتى يلحق بهداف الدوري وينطلق من هذه المباراه. يا كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده بتشرفنا وتنورنا وان شاء الله باذن الله دايما معانا ويعني بتطري العمليه التحليليه في المحترف. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني شكرا. لسه لينا حديث مع نجومنا الكبار الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بنرحب مره ثانيه وثالثه بضيوفنا النهارده طبعا الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي. كابتن عادل قبل الفاصل كان معانا محمد الباز والحقيقه الاحصائيه اللي اظهرها ان بعد مباراه سان داونز وهزيمتنا امام سان داونز الحقيقه 16 مباراه عملناها ما اتغلبناش ولا مباراه كسبناهم ودخل مرمانا 3 اهداف. ده اظن مؤشر كبير جدا ان يعني النادي الاهلي فعلا من الانديه البطله ذات الشخصيه اللي هو
لما بتقع في مباراة بيرجع أقوى من مكان، وده اللي حصل لشخصية النادي الأهلي بتكاتف مجلس الإدارة بإمكانيات المدير الفني واللاعبين. شوف يا كابتن، أي نادي يتغلب 5 أنا كنت لسه هقول هتلاقي المدير الفني متغير بالليل، يعني صحيح. ياخد شنطته من المطار على من الملعب على المطار يعني. إنما اللي حصل إن الكابتن الخطيب على طول كان معاه ومع الجهاز الفني ومع اللعيبة، ودي عادة النادي الأهلي، وده طبعا بحكم إنه راجل لعيب كبير وإداري كبير، على طول بيبقى عارف إحساس اللاعب وعارف إن هناك ضغط غير طبيعي في عدد المباريات اللي احنا بنلعبها. انت بتلعب في كاس العالم للأندية 4 مباريات مع اكبر فرق في العالم، وبتسافر 4 مرات، الفريق الوحيد اللي بيسافر 4 مرات، وبتلعب بقى مين؟ ريال مدريد وسياتل وفلامينجو، يعني بتلعب فرق كبيره قوي في ايه؟ في 10 ايام. فضغط مباريات الى جانب برضو يعني لم الرابطه لم يعني توفق في الحته دي بالذات، يعني ان احنا لعبنا المقاولين وعلى طول سافرنا. فطبعا الحته دي مهمه جدا انك انت كاداره بتدي ثقه للمدير الفني، والمدير الفني من خلال الاداره اللعيبه بتثق في المدير الفني ان الاداره متمسكه بهذا المدير الفني ومش هتغيره. فانت على طول تبقى عارف ان انت في النادي الاهلي انت ترسم من ضمن التروس اداره جهاز فني وطبي واداري مع اللاعبين، مفيش حد هيتغير، انت بقى اللي تتغير للاحسن، وانت اللي لازم تقف مع ناديك، ولازم يبقى ليك تاريخ انت بتعمله من خلالك ومن خلال النادي ومن خلال الاداره. مفيش شك ان ال 16 مباراه اللي احنا كسبناهم نتيجه كانت توفيق ربنا نمره 1، ثم القعده مع الكابتن الخطيب كانت في غايه الاهميه، الى جانب ان الراجل ابتدى يوصل لمرحله ان انا كل لعيب انا عارف امكانياته ايه. انا ما شفتش على مدى 2 اللي فاتوا حسين الشحات بيرجع عشان يدافع وبيقوم بالدور الدفاعي وبيقوم بدور صانع اللعب زي ما الشهرين اللي فاتوا. ليه؟ الراجل ابتدى يطور من ادائه، ابتدى اداله ثقه، ابتدى يعمل اهداف ويجيب اهداف، سنه الانانيه ما بقتش موجوده، يعني كل واحد بتحس ان هو بيدي لزميله، وهو حتى لو هو 80% بيدي لزميله، لو هو 82% بيديها له. فطبعا الحته دي الى جانب اوضه اللبس مسيطر عليها سيطره قويه جدا من خلال الحب، مش من خلال اوامر، مش من خلال عقوبات، لا مفيش الكلام ده. الى جانب ان طبعا الجانب الفني سيطره على نص الملعب يا كابتن هاني في غايه الاهميه. احنا امبارح الشوط الاولاني ما اديناهوش كويس، ليه؟ لكان هناك في نص الملعب ما كناش مسيطرين السيطره. الشوط الثاني ابتدت السيطره تبقى موجوده، ابتدت الاهداف تبقى اكتر، ابتدت الاستحواذ يبقى اكتر، نتيجه انت برضو العناصر اللي ما كانتش بتادي الدور الدفاعي ابتدت نزول ديانج، وابتدى تغييرات في الهجوم، ابتدى زي ما انا متوقع في الماتش اللي جاي هيعمل توليفه في غايه الاهميه، بحيث ان هو هيحضر للماتش بتاع الدوري، صحيح هو بيفكر في الكاس، لكن في نفس الوقت هيبقى بيحضر لماتش البنك الاهلي. فطبعا دي هتبقى مهمه جدا. عمليه تحضيريه بتاخد مساحه من التفكير. وهرجع ليك كابتن عمرو، وانت شفت يعني تقيمت بقى، قول لي المباراه دي ازاي؟ ايه اللي كسبناها من مباراه حرس الحدود؟ ايه اللي نخلي بالنا منه وطلعنا بين هذه المباراه؟ الكابتن اتكلم على مباراه في الكاس، وما ادراك ما كاس، يعني مع النادي الاهلي، ولكن مباراه الكاس ملهاش امان، وممكن جدا لا قدر الله لو نازل مستهتر او مش دماغك ممكن المباراه تاخدك لسكه تانية خالص. وبالتالي عايزك تقول لي ازاي ممكن كولر يتعامل. تقول لي الاول افضل ما شفته في مباراه حرس الحدود، وايه كمان كان عيوبنا، وتقول لي التحضيرات للفتره اللي جايه سواء على مستوى الدوري، وازاي خلال ان شاء الله 4 مباريات يتوج النادي الاهلي بالدوري رسميا يعني. بص يا كابتن هاني، اول حاجه الراجل اللي بدا بيه مباراه الحرس اللي انتهى منه في مباراه الوداد، الخمس غيارات اللي كانوا موجودين في مباراه الوداد هو اللي بدا بيهم المباراه. هم 5 لعيبه موجودين في الملعب: شريف، عبد القادر، قفشه، السليه، رامي ربيعه. بدا بيهم، عمل ربط بسيط ما بين الخطوط وبعضها. عايز مصدر الامان جنب الشناوي بقى عبد المنعم، مش ياسر ابراهيم، مش هدي ياسر ورامي مع بعض، هدي عبد المنعم، وخدت من عبد المنعم مده معينه زمنيه 75 دقيقه، وبعدين هدي ياسر. فكر في خالد، قال لي خالد انا استهلكت هاني بقى لي فتره طويله قوي، اشتغل بقى شغلك والمكان اللي انت محبب ليك، اربط ما بين الشغل الدفاعي والهجومي بينك وبين قفشه وبين طاهر. مزبوط. علي معلول زي ما هو، قال لعلي اشتغل على الهجمات كل 18 دقيقه، اطلع اعمل كروس باس، وخلي عبد القادر يشتغل اللي انتهى منه وكان بينقل من الدفاع للهجوم في مباراه الوداد.
السوليه وقفشه خلاهم هما الاثنين الارتكاز اللي الكيمياء بتاعتهم لايقه مع بعض، اشتغل في نص الملعب وسيب القندوسي يشتغل بحريه. خد من الشوط الاولاني الضغط اول 10 دقائق احرز هدف، غلط مدافع الحرس تابع فيها طاهر احرز منها هدف. بدايه الشوط الثاني اشتغل بشكل مختلف، اما السوليه خرج للشد لاعب ديانج دور مروان، بقى ديانج على يمينه خالد على شماله معلول، وادى اريحيه لاربع لعيبه للامركزيه اللي هو طاهر وعبد القادر وقفشه والقندوسي وشريف. احنا شفنا الباص اللي اشتغل بينه عبد القادر من اقصى الشمال لنص الملعب لكتري بقى في القلب بدون مراقبه، اشتغل واحرز من الهدف العالمي اللي احرزه عبد القادر امبارح. وخد من قفشه الخمسه ال 82 دقيقه مان اوف ذا ماتش، تكالينج ضغط اسلوب غيره اشتغل منه في حته معينه، وقام غير قفشه عشان يريحه اخر 10 دقائق او 8 دقائق، ادى فخري صحيح، وقام مدي لشريف قال لك قام مدي نبض قديم في الملعب، ادى تاو رغم ان كان حسين الشحات بيسخن وتسخينه كان باين قوي انه هيغير، الراجل خد بقى قال لك ياسر على حساب عبد المنعم، السوليه لاصابته على ديانج، قفشه فخري، عبد القادر يكمل، طاهر يكمل، شريف، بيرس تاو، وعمل التوليفه بتاعت الربط ما بين كل اللعيبه دي، انتوا رجلكم في ملعب من مباراه الوداد وما قبل الوداد. اشتغل يا كابتن هاني من مباراه اسوان، اما عمل لنفسه معسكر من لا معسكر، يعني اشتغل من مباراه اسوان، رحنا لعبنا ماتش القطن كسبنا 4، بعد كده ماتش الهلال تركيزي، اشتغل ايه؟ ماتش الترجي، ماتش الرجاء، كل ماتش بيشتغل بيه بملف معين بيخرج بنتيجه ايجابيه. اللي خرج منه كولر في كل ده ارتفاع مستوى الاداء البدني للنادي الاهلي، انت بتجر الفرقه دلوقتي اي فرقه بما فيهم مباراه الوداد بما فيهم مباراه الترجي باخدك لل 90 دقيقه بتكون انت الشوط الثاني وقعت مني بدنيا. عنده من الحلول من لعيبه داخل في الملعب بالربط ما بينه وما بينهم بيحلوا، اول مره في تاريخ كولر ما يقومش من على الدكه امبارح ويشتغل من على الخط، ما اشتغلش الا بعد 12 دقيقه من الشوط الاولاني ورجع قعد ثاني، كان الاول من بدايه المباراه من بدايه التسخين بيقف على الخط ويبتدي يوجه. امبارح كان توجيهاته كلها سلامات للعيبه اللي خارجه للاطمئنان عليها. خرج كمان الربط ما بين اللعيبه وبعضها، يعني انت لما تجيب قفشه من بعيد قوي كنت بتدي له 10 او 12 دقيقه يبقى موجود في الملعب، لمان اوف ذا ماتش راجل بيضغط بيعمل تكالينج، راجل ده بيدخل لعيب خلاص في المود، يعني كل لعيب انا موجود، يعني مهم جدا كابتن عادل، مهم جدا ان تحسس اللعيب انك جزء من هذا النجاح وجزء مهم جدا في خطتي حتى لو عدد الدقائق قليله. عمرو اتكلم على بعض العناصر اللي كانت بعيد شويه، مش بعيد كتير، يعني بتاخد عدد مباريات اقل، زي قفشه، شايف قفشه ازاي وازاي يقف او يبقى الحته دي عنده بقى سبورت بالنسبه له انه كمان يبقى مستواه، عارفين قفشه مستواه كان افضل من كده بكتير ولكن رجع تاني وبدا يطلع قفشه القديم اللي احنا عارفينه، ازاي يمسك في ديت وازاي نستعد لمباراه كاس، مباراه مختلفه تماما عن مباريات الدوري، مباراه امام منتخب السويس اللي حتى يمكن مش هيلعب في دوري المحترفين، هو في الدوري الدرجه الثانيه السنه اللي جايه، وبالتالي تاني هنرجع لعمليه التحضير الذهني والتحضير البدني، وشايف مين من وجهه نظرك اللي ممكن ياخد من اللعيبه اللي ما خدتش عدد دقائق كتير الماتشات اللي فاتت؟ سؤال رائع، لان هو الراجل ما بيعاقبش، يعني قفشه في فترات كان فيه هبوط، الهبوط ده كان نتيجه حاجات نفسيه معينه، حاجات بدنيه معينه، في دور ما كانش بيقوم بيه، فهو الراجل ما بيعاقبش الا بيقعد احتياطي بره السكور كنوع من التحفيز علشان يوصله للمرحله ان انت تدي لفرقتك 100%. ده بيخلي اوضه اللبس سيطره كامله جدا وحب كامل جدا، لان انت لما بتقعد وبيديك في اوقات معينه، يعني انت في ماتش الوداد في المغرب بيدي القفشه قمه الثقه طبعا، طب انت في الماتشات اللي قبل كده ما كنتش بتديله، معناها ايه؟ ما بقول لك يا قفشه، اذا انت اديت الدور الدفاعي بتاعك زيك زي زمايلك واديت الواجب الهجومي بتاعك والميس باس بتاعك يبقى قليل جدا في المباراه، تعملش هجمات مرتده على زمايلك، انت هتبقى نمره واحد عندي. فعمليه التطوير ديت هو بيديها له من خلال الحب، مش من خلال كرباك او من خلال خصومات او من خلال تكشيره او، فده طبعا ده اسلوب الراجل بيتبعه، اسلوب مهذب جدا، راقي جدا، هادي جدا. في كل الماتشات العصيبه اللي احنا شفناها
ما شفناهوش في مره تعصب. اللهم الا يقول لك هاو هاو، يعني ايه؟ يعني الحكم ظلمه ظلم بين، فيقف ويشاور بايده. اه هادي جدا جدا. فده طبعا بينعكس على اللعيبه لدرجه يعني عمرنا ما بنشوف لعيب في النادي الاهلي بيروح يشوح الحكم ولا بيروح مثلا يعترض اعتراض، على الرغم بيبقى لينا فاولات او لينا ضربات جزاء والى اخره، ومع ذلك. وده طبعا نقطه يعني انا بعتبرها نقطه سلبيه، لان في كل فرق العالم برضو لابد انك انت تروح تقول للحكم ان في حاجه معينه. يعني امبارح الراجل الفيرود بتاع حرس الحدود دخل بالستارز في بطن الشناوي، ازاي دي ما فيهاش طرد؟ ولا لعيب راح اعترض. طب دي حد زميلك، فانا المفروض ان انا مش هعترض ان انا هشوح وان انا اروح اتخانق مع الحكم، بس اوجه له ان الراجل دخل بالستارز في بطن الراجل، دي برضو من ضمن الحاجات. لكن هو الراجل بحييه جدا على هدوءه، على ادائه، على انه بيدي كل واحد من اللعيبه حقه وبيطور كل واحد. النهارده عبد المنعم في جزئيه فيها نوع من التعالي شويه، يبتدي يصلحها من خلال التركيز ومن خلال اعاد معاه باستمرار ان انت احسن مدافع في افريقيا حاليا، فانت لازم تاخد بالك الغلطه، وحضرتك مدافع كبير طبعا، ايه اللي بيقوى كابتن عمرو يعني مدافع كبير، ايه اللي بيحصل؟ الغلطه بتاعتك ما بتتنسيش، صح. الفيروز ممكن يضيع اي حاجه يعني الا المدافع، فانت تطلع من المباراه 90 دقيقه ما فيش ذره في قلب شك اي جمهور ان انت ممكن تعمل خطوره على فرقتك. ماتش الكاس اعتقد ان معظم اللعيبه الاساسيه هتبقى على دكه البدلاء. هيحتاجهم في تغيير في الشوط الثاني اذا احتاجهم، لكن معظم الناس اعتقد مش هيبدا بيها المباراه، وهيدي دفعات زي الماتش اللي فات، هيدي دفعات لبعض اللعيبه اللي هي اخذت زي خالد وزي ياسر وزي الدبيسي ممكن هيبدا بيه، لانه حط احتياطي نزل اخر ربع ساعه بالظبط، فاعتقد انه هيبدا بيه. وعلي لان عندك ماتش مهم جدا في الدوري مع البنك الاهلي. طبعا رامي محتاج انه يلعب في وسط الملعب، هيبدا بديانج، هيبقى في قفشه، ممكن ديفندر تاني، وبرده بره يبقى مروان كبديل، هاني يبقى بديل، بحيث ان انا برده بتاو ممكن يبقى بديل. ليه؟ لانه هو عايز يبقى رجليه في الملعب. ممكن جدا حتى لو انا كسبان 3-4 باذن الله تعالى هعمل ايه؟ هخلي الناس دي رجليها في الملعب، يعني ادي بتاو امبارح ربع ساعه و10 دقائق. ايه المانع ان انا بكره يوم الاحد ان شاء الله اروح مديله كمان هاف تايم، بحيث ان انا رجلي تبقى في الملعب. كذلك كهربا يقسم المباراه ما بين شريف وبين كهربا، انهي هياخد اكتر وهكذا. ودايما يا كابتن هاني هتبص تلاقي كل تغييراته لا يمكن تبقى قبل الدقيقه 60، على طول بعد الدقيقه 60. هو ملحوظه برضه كابتن عمرو ان هو وساعات الناس تقول لك المفروض يغير في بعض المواقف، لازم يغير مثلا ما بين الشوطين، لكن هو عنده تريث كبير قوي في الحته ديت، ان هو الاول كان الدقيقه 75، دلوقتي لا بدا يعني ياخد باله شويه ويبدا تفكيره يبقى لا في الدقيقه 62 الدقيقه 60 يبدا يغير. العوامل دي تتوقف على المباراه، تتوقف على اداء اللعيب، تتوقف على الدكه اللي عندك، كل دوت يعني من خلال سيناريو معين في المباراه. خلينا الاول نطلع لفاصل وهرجع لك كابتن عمرو في الجزئيه ديت، عمليه ازاي يبقى الروتيشن مباراه الكاس. احنا بنشوف مباراه الكاس مثلا في اوروبا ممكن 8 9 من اللاعبين اللي ممكن يكونوا صغيرين او تحت السن او ما بيلعبوش كتير ممكن يكونوا موجود. هل السيناريو ده يتطابق مع النادي الاهلي في مباراه الكاس؟ هنعرف الاجابه مع ضيوفنا الكبار بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. من خلال الارقام اللي شفتوها دلوقتي، رقم وقفنا عنده محمد الشناوي كلين شيت او شباك نظيفه مكتوب 17، بامبارح بمباراه الحرس 18 كلين شيت، الاكثر كلين شيت على مستوى الدوري. عايز اخد من حضراتكم جزء عن الدوري المصري، وشايفين ازاي صراع الهروب من القاع، وبعد كده ننقل على كمان نكمل حديثنا على مباراه النادي الاهلي مع منتخب السويس. هبدا بيك يا كابتن عادل، منظومه دفاعيه ولا قدرات فنيه؟ كلين شيت لمحمد الشناوي في 18 مباراه في الدوري المصري. لا، هي مش بتبدا بالشناوي، هي بتبدا بكهربا. صحيح. فهي كهربا مع كل الفريق، الفريق كله بيدافع جيد كمنظومه، يعني كمنظومه كلها،
وزي ما انا قلنا قبل كده ان الفريق بيدافع بكتله واحده، بيضيق مساحات، بيعمل ضغط مكثف على الفريق، واحيانا يبقى الراجل عنده وصل للعيبه ازاي يعمل عمليه الضغط من غير الكوره ما تعديه. يعني انا بعمل ضغط، الكوره لو عدتني خلاص بسيبها وابتدي ارجع في نص الملعب بحيث ان انا محدش يخترقني. شبهتها انا بالاستك، ان انا بعمل عمليه الضغط ثم بعمل عمليه سرعه الارتداد وانا بدافع وانا بهاجم. فالحته دي بتبقى في مهمه جدا. الى جانب ثلاثه في نص الملعب بيعملوا ستاره قويه جدا قدام السردباكين، الى جانب الاطراف لما بيزيدوا بيبقى في عمليه تامين، الى جانب هتلاقي تاو وحسين الشحات وطاهر وعبد القادر بيقوموا بدور دفاعي. وشفنا قبل كده عبد القادر في بعض الماتشات كان بيرجع ورا علي معلول وبيطلع في كورنر في ماتش بيراميدز، بيشوف بيرسي تاو بيبقى مع هاني او مع خالد بيقوم بدور بيبقى ورا هاني وبيدافع ورا هاني. فطبعا كل الامور ديت بتساعد الشناوي، الى جانب طبعا ما نغفلش دور الشناوي ان هو كابتن الفرقه. طبعا في كرات بتبقى زي امبارح، امبارح في كره في غايه القوه وجوه 6 يارد، سرعه رد الفعل بيطلعها كابتن دهانه، ايه ما فيش متر ونص ومع ذلك بيطلع بيطلعها من تحت العارضه. دي كلها طبعا خبرات، الى جانب في كور تبقى قويه جدا ومع ذلك بيتصدى ليها، بيدي ثقه لزمايله. حتى الفريق المنافس بيبقى عارف ان هو الشناوي واقف هيبقى علشان اشوط فيه او اعمل اجيب فيه جول، يبقى بيفكر. طبعا الموضوع بيبقى صعب، في خضه كده وفي رهبه فنيه عاليه طبعا أكيد. وانا اتفق معاك كابتن، ويعني طبعا الكلين شيت مفيش، يعني احنا بنلعب كره قدم، اي تقييم لاي لاعب بيكون تقييم جماعي على مستوى المدافعين. مثلا لما نكون نقول محمد عبد المنعم ده من احسن المدافعين في افريقيا وفي مصر، هتلاقي السردباك اللي جنبه شغال معاه بشكل كويس، هتلاقي الديفندر اللي قدامه بيشيل معاه بشكل كويس. ده بالاضافه لامكانياته الفنيه الشخصيه، قدراته الفنيه، قدره اللعيب نفسه. نفس الكلام محمد الشناوي، لا احد يختلف على قدرات محمد الشناوي الفنيه كراجل عنده كل مميزات حارس المرمى، ولكن لا يغفل الجميع المنظومه الدفاعيه الجيده اللي يعني بيتسم بها النادي الاهلي من خلال تكتيك معين، من خلال التزام اللعيبه بالواجبات اللي بيفرضها مارسيل كولر. عمرو عايز اكلمك في جزئيه ثانيه خالص عن الدوري، الصراع القوي جدا في جدول الدوري المصري من المركز العاشر لغايه المركز قبل الاخير، خلاص حرس الحدود هبط رسميا. الكل متخوف والكل قلقان، والمباريات القادمه مباريات يعني مباريات كؤوس والنقطه بتفرق. رؤيتك للجزئيه دي ايه، ومين الاقرب للهبوط لدوري المحترفين مع حرس الحدود؟ بص يا كابتن هاني، كل فرقه بتفكر اللي زي ما بيقولوا اللي جمع من نقاط بدري جمع، خلاص دخل في طمانينه منتصف الجدول وطمن نفسه من بدري. كل اللي موجودين دلوقتي من العاشر بعيده. بس كابتن عمرو خلي بالك، احنا لو رجعنا كده يعني نتكلم مثلا على فرقه زي المقاولين، كانت في كابتن شوقي عمل شغل كويس قوي وبعدين خلاص خرج من الدايره دي. غزل المحله كان خلاص الناس مطمنه ان غزل المحله موجود وبعد عن الدايره دي، رجع لها تاني. اسوان في وقت من الاوقات بنتكلم اسوان كان في المركز التاسع ورجع للدوامه دي. البنك الاهلي في مقدمه الدوري في بعض المباريات في بدايته ولكن بيخش في الدوامه. يعني العمليه راحت وجت مع فرق كتير جدا في الدوري المصري، من عمليه استقرار لعمليه رجوع تاني. فالامور دلوقتي بقت زي ما بقول لك، الفرق ما بين المركز العاشر اعتقد البنك الاهلي واسوان او المركز ال 15 ماتش، اربع نقاط ماتش، اتكلم على مباراه او وحسب النتيجه الثانيه. لو انا بلعب مثلا البنك بيلعب وعمل درون، لو اسوان كسبت الثلاثه بونت راح من ال 29 ل 32. يعني شفت ازاي دوت عدم استقرار للانديه ديت. عدد مدربين كتير راح وجم، الاسماعيلي على سبيل المثال كان في القاع وبعدين طلع وبعدين دلوقتي بيعاني تاني. يعني الحقيقه الدوري المصري السنه دي لغز بالنسبه للهابطين للدوري المحترفين الحقيقه، لان زي ما بقول لحضراتكم في فرق كانت مطمنه تماما وبعدين مباراه تخسر تغير مدرب فيجي شكل تاني فيرجع ثلاث اربع خطوات للخلف، وامثله كثيره عن كده. هل ده تاني لعمليه ان مفيش استقرار على مستوى الاداره الفنيه للانديه، كل الانديه اللي يعني كمان فريق الاعدادي حضر لنا كمان
الأندية وقد إيه من الأندية استخدمت مدربين أو مرت خلال السيزون ده بكم مدرب، هل ده ممكن يكون سبب من الأسباب اللي أنا بتكلم عليها؟ بص يا كابتن هاني، على مدار المدربين هتلاقي 4 أو 5 مدربين في كل فرقة على مدار الدوري باستثناء مدرب أو نادي أو 2 غير مدير فني واحد بس. صحيح. هتلاقي 4 مدربين و5 مدربين و3 مدربين. مثلا هنقول أقرب حاجة كان البنك، في الوقت اللي البنك كان محتاج فيه جاب بابا فاسيليو بتاع الغاز المحلة، حصل ركود لغاز المحلة، ما صبرش جهاز الإداري الغاز المحلة عبد الباقي جمال يصبر نفس الفكر بتاع الراجل ويشتغل، ابتدى يفقد نقاط. ابتدى دلوقتي اهو يعني بتتكلم مثلا الزمالك 5 مدربين، الزمالك 5 مدربين، المصري 4 مدربين، انبي 4 مدربين، الاسماعيلي 4 مدربين، طلائع الجيش 4، سيراميكا 4 مدربين، البنك الاهلي 4 مدربين. البنك الاهلي كان في وقت من الاوقات يعني من الانديه اللي فوق المنتصف بالظبط، فاركو 3 مدربين، غزل المحله اللي لسه بتتكلم عليه 3 مدربين، بيراميدز 2 مدربين، اسوان على سبيل المثال في وقت من الاوقات مع كابتن ايمن الرمادي قلنا خلاص الامور استقرت في 2 مدربين، سموحه 2 مدربين، الداخليه 2 مدربين، حرس الحدود كمان. فده عمليه يعني كتير قوي، يعني اربع مدربين في موسم او 5 مدربين في موسم واحد. خدت بالك كابتن هاني اللي فوق في الاول اللي ذكرتهم دلوقتي حضرتك من الجدول 5 واربع مدربين. صح. والفرق اللي ابتدت تهيئ نفسها للاستقرار والهدوء 2 مدربين. صحيح. واللي حجز لنفسه مكان في الجدول 3 مدربين. بص النسب بقت عامله ازاي يا كابتن، يعني الزمالك 5 مدربين، بص من فوق بقى بيراميدز 2 مدربين، مفيش جينيوس توفيق باتشيكو، يعني عايز استقرار بس. اللعيبه اللي موجوده مثلا زي ما بقول لك 5 مدربين كمان على مدار موسم واحد، كتير راح وجي مرتين، في مدربين مؤقتين كانوا موجودين، فالاجمالي يعني 5 مدربين. احترافيه يا كابتن هاني من مجلس اداره زي ما الكابتن عادل قال، اللي حصل مع كولر هنتكلم عن نادينا، الراجل عارف بعد مجلس اداره، كابتن محمود عارف بعد المشروع اللي حطه. الراجل اول لما حصل تهاون او رجوع في مستوى في مباراه سان داونز رجع لاصل الموضوع تاني، وكانت بيقولوا الجلسه الميقاتيه لحسم الموقف لرجوع كولر لفكره تاني، رجع تاني والراجل اشتغل. اما هيأت لك الفيلم اللي انا عامله او المشروع اللي انا بوضعه للنادي الاهلي اللي هو الاحترافيه، عايز حضرتك ترجع لنبض الكره المصريه، الكره الافريقيه عايزه ايه؟ الهدف من النادي الاهلي يوصل ويتوج ازاي؟ اما بخلص بطوله عايز الثانيه، اما بخلص ثانيه عايز الثالثه. يمكن واحنا مع حضرتك هنا يا كابتن هاني الراجل قال جمله في مؤتمر، قال لك انا جعان بطولات، عايز كل بطوله اشترك فيها احققها. الراجل بيعمل لنفسه اسم كبير مع النادي الاهلي، الراجل عايز يحقق حاجه معينه لطموح النادي الاهلي وطموح مدير فني، كل واحد فيهم طموحاته للتحقيق متوفره. لعيبه عمل لها روتيشن بكلمه ما فيش اللاعب الاوحد، اللاعب الاوحد اللي في الملعب، اللاعب الاوحد اللي بيأدي، اللاعب الاوحد اللي مستواه ثابت، وصل لده كله. اللي احنا شايفينه بقى على مستوى الدوري مدير فني خسر مره 2 يستبعد ويروح نادي تاني كميته تليق، في عز ما كان في ظروف موجوده كابتن طارق العشري قيمته لقت مع فاركو، كابتن رضا شحاته كان في الداخليه راح في الجهه الثانيه قام رايح غزل المحله. حاجات بص عمرو انا يعني متحافظ على موضوع الكيمياء ده، يعني الكيمياء مع المدربين اعتقد هي ظروف ويعني هي استعدادات حظوظ، جزء من التوفيق والحظ لازم يكون موجود مع المدربين في الانديه، لكن هو زي ما بنتكلم دايما هي رؤيه مجلس اداره بالنسبه للمدير الفني، اقناع مقتنع به بشكل كبير، يبقى لازم يكمل حتى لو النتائج مش مساعدك في الاول لنهايه الموسم. طبيعي ده لنهايه الموسم. كابتن عادل عايز اخدك في الجزئيه الاخيره للكاس، هل تفتكر ان كولر مستر كولر هيدخل عناصر كتير جديده او ما كانتش ليها عدد دقائق لعب كتيره في مباراه كاس مصر المباراه القادمه يوم الاحد امام منتخب السويس؟ شوف يا كابتن الراجل ده عارف ان بطوله الكاس في غايه الاهميه طبعًا. زي الدوري لن يعمل اي حاجه تمس البطوله او يشك في التشكيل او يبقى عنده قلق، يعني الرساله دي لو لعب بتشكيله مختلفه ده هيدي رساله للعيبه ان البطوله دي من بالنسبه لي مش مهم، بالعكس انا بقول لك ان بكره الدكه هتبقى 6 7 اساسيين موجودين على الدكه بكره يوم الاحد، اسف يوم الاحد هتبقى على الدكه، بحيث ان انا بدي رساله للراجل اللي في الملعب اللي قاعد لك بديل، انت خالد قاعد لك بديل هاني، طب قفشه انت بديل بتاعك فلان،
مروان انت البديل بتاعك ديانج اهو قاعد. فالرساله دي هتوصل من خلال الماتش، لان عندنا اربع ماتشات في يمكن 12 يوم صحيح. كل 3 ايام، وبالتالي هو بالتالي ما بيفكرش في الماتش ده بس، هو بيفكر كمان انا عندي ايه بعد كده، يعني عنده يوم الاحد وبعدين كمان 3 ايام عوده لمباريات الدوري، وخلال 12 يوم بتلعب اربع مباريات، وبالتالي دايما الحسبه مش على مستوى مباراه لكن على مستوى 3 4 مباريات جايه. شوف كابتن هاني، هتبص تلاقي مثلا مروان مريحهم بعد مع المنتخب، حسين الشحات صحيح، ديانج لعبه 10 دقائق، كهربا مريحه خالص، هاني مريحه خالص، لانه عارف ان هو جاي من المنتخب وجاي من سفريه وجاي من ماتش الوداد، ف راحه كامله بحيث ان انت داخل على الماتشات الدوري. ماتش بكره، ماتش بعد بكره، انا بعتقد انه الراجل هيلعب، مش هيغير برضه كتير غير في حاجات معينه، تشكيل هيبقى قوي جدا، الدكه اللي هتبقى قويه جدا، بيلعب الشوط الاولاني وبيدي حافز للاعبين اللي هيبتدوا بالمباراه، وعارفين ان الدكه بره هتبقى لو حصل لا قدر الله اي حاجه هتبقى الدكه موجوده، الى جانب جزء كبير جدا انه بيجهز اللعيبه ديت ان رجليها تبقى في الملعب علشان ماتش يوم الخميس، او هيبقى الاربع ماتش الخميس الحد عندنا 2-3 وهنلعب الاربع، هنلعب الاربع يعني الخميس تمام يعني. لا الخميس مزيد. الخميس فماتش الخميس اعتقد هيبقى بيجهز من ماتش يوم الاحد ليوم الخميس، ان مزبوط. انا هدي مروان هاف تايم مظبوط، هدي الكهرباء هاف تايم، وعندي شريف وعندي كهرباء 45 دقيقه انا 45 دقيقه او 60 و40 وهكذا، بحيث ان انا شايف كابتن عمرو عمال تقريبا بيحط التشكيل بتاع يوم الاحد صح؟ صح؟ خدت بالي كده، يعني خدت بالي من توزيعه ايديك، لو بتكتب حاجه قول لنا برضه رؤيتك، لو يعني شايف رؤيه معينه لتشكيل يوم الاحد. الراجل بيشتغل من اللي بينتهي منه من المباراه زي مباراه الحرس، بيبدا بيه مباراه السويس. هيبقى اطمن على علي معلول، هيدي الدبيس عشان يبقى فيه كيمي قريبه، عشان افكر لعلي في مباراه البنك. ماشي. خلاص انا اطمنت على عبد المنعم، فهدي الرامي وياسر عشان يبقى فيه كيمياء لايقه ما بينهم في حته خط الضغط. خالد عبد الفتاح زي ما هو هيكمل مع الوضع في الاعتبار، الكدمه اللي خدها الشناوي هفكر في حارس، عشان اطمن على الحارس بتاع الفتره اللي جايه. هفكر في حارس اذا كان علي او مصطفى شوبير. شوبير خلاص اللي حصل في مباراه الوداد يطمن اي مدير فني ان انا عندي ذخيره من حراس المرمى اللي تطمني في اي وقت. صحيح. طيب. وجود قفشه، وجود أيوة. الديانج، عشان الديانج هيريح، انا عايز مروان في حته معينه، انا خدت حاجه. طيب انت بتتكلم، خلينا نتكلم على تشكيل لسه، موضوع الشناوي نتاكد من سلامته، هو عنده اثنين اوبشن، يا اما يحط علي لطفي يا مصطفى شوبير. تمام. خالد عبد الفتاح، ياسر، رامي ربيعه، الدبيس. الدبيس. طيب قفشه وديانج، طاهر وعبد القادر. طب استنى بس عليا بالرحمه. طاهر وعبد القادر تاني. تاني. يعني عشان ما يرجعش البيرسي. لا انا عايز معدل بدني. هدي البيرسي بعد ما حقق في الشوط التاني مثلا الايجابيه. بالظبط. اوكي. القندوسي شريف، وممكن تبقى القندوسي تاو اللي نهى منه المباراه امبارح، الفيرويد الشادو سترايكر كان شريف بره، قام منزل تاو فيرويد. أوكي. اللي هو واللي جات له راح بيها مرتين. اوكي. يبقى القندوسي عامل اساسي من مباراه الحرس، هيبقى موجود في وجود اثنين ارتكاز، قفشه وديانج على يمينه، طاهر على شماله، عبد القادر الراس المثلث بتاعتهم القندوسي وفيرويد. يا شريف هبدا بيه، يا اما هدي التاو، ومع وجود الغيارات هدي اجزاء معينه على المباراه. طيب ده على مستوى التشكيل. كابتن مين من الاسماء غير اللي بدات في التشكيل اللي يعني اللي بيتوقعه كابتن عمرو بيكون ليه مشاركه؟ هل تتوقع ان ممكن جدا مثلا بعد 60 دقيقه يدي محمد هاني ممكن يكون موجود؟ الجزء الاخر، هل كهربا ممكن يكون ليه دور على حساب يا اما محمد شريف يا بيرسي تاو؟ هل حسين الشحات كمان هيكون ممكن ليه دور لو ما كانش متواجد بصفه اساسيه في المباراه؟ الشكل العام او اللعيبه اللي انت شايف حضرتك ان هم من الضروري ان يكونوا موجودين. الاسماء اللي حضرتك قلتها دي كلها هتلعب بكره، بس هتلعب قد ايه؟ ممكن واحد يلعب شوط ثاني، ممكن واحد يلعب 60 دقيقه، لكن كل واحد من اللي حضرتك قلتهم لازم بكره. يعني انت لازم تقول ان الشحات ياخد جزء، كهربا ياخد جزء من المباراه. ما اعتقدش انه يبدا بتاو، لان تاو ورقه رابحه، ما اعتقدش انه ممكن يبدا بيها، لان هو يلعبه بعد ما يطمئن النتيجه علشان الاصابات، لانك انت اي اصابه في الوقت ده غير مستحبه، ولذلك ممكن الماتش يبقى فيه شويه خشونه ولا حاجه، فهو بيحافظ على اللعيبه من خلال
في في طاهر طبعا هيبقى في القوه البدنيه وفي الالتحامات والحاجات ديت. طب انت تتفق مثلا مع كابتن عمرو انه يبدا بديانج وقفشه ولا يبدا مضطر يا كابتن او يبدا ب مروان، يعني يدي مروان بعدين يريح الشوط الثاني او يدي مروان الشوط الثاني؟ انت ما جبت سيره مروان خالص، يعني ممكن ما يلعبش، هديله ما ابداش بيه. ماشي اوكي، ما عملش غلطه نادي ماتش المقاولين اللي كان هنا زي ما الكابتن عادل قال قبل ماتش سان داونز، اديت للفرقه الاساسيه كامله. لا انا ما بقولش الفرقه الاساسيه، ما لعبش الماتش اللي فات بالظبط، يعني ممكن جدا يكون ليه دور بس في الشوط الثاني. بالظبط كده، هو هيبدا اعتقد قندوسي مع قفشه مع ديانج، والمقدمه ممكن هيبقى شريف، بيدي لشريف تاني وبيدي لطاهر وبيدي لعبد القادر، لعبد القادر، ويبقى بره قاعد كهربا وقاعد مروان وقاعد تهاني وبيرسي تاو وقاعد حسين الشحات وقاعد بيرسي تاو وقاعد عبد المنعم وقاعد مصطفى شوبير. عبد المنعم هيقعده احتياطي بحيث ان برضه لا قدر الله حصل حاجه متولي مصاب وكده، مصاب بالظبط، فما عندوش حته تانية. فاعتقد ان ده هيبقى التشكيل هيبدا بيه، ثم البدلاء دول هيبقوا موجودين. والله الماتش فيه سهوله والماتش ماشي، ما اعتقدش انه هيغير غير اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق لمجرد التغيير، هيروح مغير ثلاثه مره واحده زي ما بيعمل دايما، تغييراته ما بتبقاش واحد واثنين، دايما بيروح بيدافع بثلاثه مع بعض بحيث ان هو يعمل عمليه دفع قوي في جزء معين في المباراه، لما بيلاقي ان الاداء ابتدى يقل شويه او الضغط ابتدى يقل شويه بيبتدي يدفع علشان يحافظ على الجزء البدني من عمليه الضغط، من عمليه الهجوم المكثف، من عمليه سرعه الارتداد، من دافع كويس ومن هاجم كويس. فدي كلها امور اعتقد ان الراجل ابتدى يحط ايده عليها، واللي احنا كل حاجه كنا بنخاف منها بنبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، ان انت كسبان اثنين وفاضل 10 دقائق وبعدين بتروح بهاجم بكثافه عدديه جدا وبعدين تبص لهجمه مرتده يجي فيه الجول بدون مناسبه. طب انا كسبان اثنين ليه ما اعملش عمليه الاستحواذ؟ وده كابتن هينقلنا لنقطه خطيره جدا، ان حتى كابتن عمرو مباريات الكاس لا تامن ليها. مباريات الكاس اعتقد مشهد واحد، يعني منتخب السويس في اعتقادي الشخصي طول ما مفيش اهداف المباراه راح على 0-0 هيكون في ضغوط على النادي الاهلي، وبالتالي ايه نصايحك ليه او انت ازاي نخلص باللغه كده الكوره، ازاي نخلص على المباراه بدري؟ يعني زي ما احنا شفنا اول 10 دقايق في مباراه الحرس، الضغط بين جميع الخطوط، تدفئه الخطوط من بعضها، التركيز العالي زي ما لعيبه النادي الاهلي فنشت المباراه، هتبتدي تستحوذ على مجريات المباراه وتنقل بقى والشكل الجمالي والسكور اللي يبقى موجود. المدير الفني للسويس هيقول لهم كلمتين، طول ما الوقت بيعدي انا ما كسبتش ما خسرش، حتى لو خدت النادي الاهلي ضربات الجزاء انا ابقى كسبان، طالع شكلي كويس. الاهلي نفس الكلام، كولر هيقول اضغط من البدايه، احرز هدف واثنين عشان ابتدي اغير شكل وطريقه اللعب باسلوب، وابتدي اخد واطعم لعيبه النادي الاهلي عشان يبقى رجلهم في الملعب لمباراه الاطمئنان على ادائهم بدنيا وفنيا لمباراه البنك. هيبقى الراجل بيربط ما بين حاجتين، كولر ضاغط من البدايه ويحقق الهدف هدف واثنين زي مباراه الحرس، ممكن اتاخر الهدف شويه، اما شاف اللامركزيه وضغط على لعيبه النادي الاهلي في غرفه الملابس بان شكل النادي الاهلي في مباراه الحرس. نفس الكلام مباراه السويس هيقول لهم احنا بنحقق المباراه رقم 18 كشكل عدد وليست بطوله، صحيح. عدد المباريات اكسب انهي ابتدي اغير في الشكل وابتدي يبقى عندي حريه. تملي النادي الاهلي على مدار وقته مع كولر بيغير من الدقيقه 65 ل 72 الا مباراه الوداد، اما حس ان نص الملعب فقد تركيزه في مباراه الوداد طعم بثلاث لعيبه نقلوا النادي الاهلي نقله كبيره، قفشه والسولية وعبد القادر، ونزل طعم جديد واسلوب جديد في التحرك اللي هو شريف، ونزل الامان في خط ظهر النادي الاهلي برامي ربيعه، ربط في الخمس حاجات. هو المره دي بقى هو عارف ان النادي الاهلي كله ال 34 لاعب شاركوا، يمكن شفنا ابعد واحد جه من مسافه بعيده قوي اللي اشترك في مباراه الحرس محمد فخري، اداله 15 دقيقه عشان يطمن على قفشه ان هو خد نجم المباراه مان اوف ذا ماتش، وفي نفس الوقت اداؤه بساطه ايجابيته غيرته تركيز لعيبه النادي الاهلي كله هيبقى باين من اول دقيقه. اخلص المباراه ان شاء الله في نفس الوقت اغير شكل ان شاء الله أدائي. المباراه تخلص ان شاء بإذن الله تخلص على خير وتخلص بدري، مع احترامنا طبعا لفريق منتخب السويس. مباراه الكاس لا تامل ليها لكن بالتركيز، وان شاء الله الاهلي قادر على ان شاء الله باذن الله الصعود لدور الثمانيه.
في نهايه حلقتنا طبعا بنشكرك كابتن عادل، بنشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كابتن هاني، دايما الواحد بيكون سعيد ان حضرتك موجود يعني. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا. كابتن عمرو حديدي متالق دايما ويعني بنسعد بوجودك معانا. ربنا يخليك كابتن هاني، وانا مبسوط مع حضرتك ومع الكابتن عادل يا كابتن. شكرا شكرا جزيلا. الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف في الحصاد الدوري المصري. ان شاء الله لقائي مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، وفي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.